برحب بحضراتكم مرة تانية وسريعا بقى خلونا نرحب بضيفي. هو مش غريب عليكم كابتن احمد ساري نجم نادي الزمالك والاتحاد السكندري السابق. كابتن احمد منورني واهلا بيك معانا في اكس تايم. شكرا كابتن احمد. سلام. شفت الدوري ازاي يا كابتن احمد والاسبوع الاول وايه اللي شدك وايه اللي زعلك؟ يعني تحب نبتدي منين؟ هو مفاجأة عارف الدوري بدأ فجأة كده يعني مفيش مقدمات وبدأ سريع جدا. يعني أول مباراة 2-0 أسوان و أسوان الداخلية بعديها بيوم النصر وإنبي النصر 4 صح بعد تاني يوم الاتحاد 3 بتروجيت 1 كل النتائج بقت يعني إيه سريعة عارف يعني المفروض الواحد يخش في الدوري تلاقي إحنا لعبنا 8 مباريات صح ماتش واحد أجل بس كلهم فوز ودي حاجه ومعادل تهديف عالي. بقول لك حاجه سريعه جدا يعني الكلام ده بيحصل بعد الاسبوع الرابع الخامس تكون الفرقه ابتدت توصل للمستوى الفني اللي هو اللي هو بيجهزه عشانه. تمام. لكن في فرق وصلت للمستوى الفني في اول اسبوع. وفي فرق ابتدت يعني ايه برضه مش عايزين نضغط عليهم لان هم انا اتفرجت على الاستوديوهات التحليليه كلها اغلبها فيها تحامل على الفرق اللي اتهزمت وعلى المدربين اللي فرقهم اتغلبت وعلى اللعيبه اللي بتمثل الفرقه دي. بشكل كان فيه يعني صعب بعد مباراه تقدر تحكم على فريق هينزل هيبقى الحصاله هيصعد هينافس لا بدري خالص. طب رايك ايه عشان الكلام برضو كتر عن الفرق اللي صعدت الشرقيه طنطا النصر التعدين ومستواهم واللي قدموه في الاسبوع الاول واول تعليقات يقول لك لا ده هيهبط ده باين ان هو جاي بس التمثيل مشرف ونازل على طول. طيب انا اقول لحضرتك الحاجه الشرقيه ونصر التعدين وطنطا الشرقيه احرز احسن هدف كنيس تقريبا لعب الهدف فيه فكر وتاكتكس عالي جدا يعني اتفرج عليه تحركات كره طوليه من العمق المهاجم الاساسي نزل لعب الكره بالهيد الاثنين الفراد اتحركوا عملوا كروس واحد فيهم لمس الكره للثاني الثاني راح انا من وجهه نظري ورايي ده كان احسن جون في الاسبوع ده مش فنيا او مش ممتع ولكن في شغل في شغل في جمله دي الشرقيه اللي هي اتغلبت كابتن احمد اللي هي اتغلبت 2-1 النصر التعدين برضه لسه راهب وادائه ما كانش كويس نتيجه كبيره طنطا ادائها كان كويس ولكن النتيجه برضه مبالغ فيها كانت ثلاثه كتير قوي برضه على منهم ادائهم كان قوي الثلاث فرق يعتبروا كبدايه متوقعه وحتى يعني انا شفت كابتن خالد عيد بعد المباراه قاعد زعلان انا من رايي لا ما تزعلش ده متوقع وماتش طبيعي ان اول مباراه انت ممكن تتغلب لا عادي ان انت تقوم وتسلم على لعيبتك وتحييهم وخلاص ودي كانت متوقعه وباينه ودي كبدايه ما فيش مشكله انا افكر في اللي جاي ممكن ان شاء الله باذن الله اعوض ما يبقاش عندي احساس من البدايه ان انا ايه مهزوم او ان انا خسرت حاجه كبيره لا انا دايما بنقول لعيبه ايه لما تيجي تخسر اخسر 3 بونت بس يعني الثلاث نقاط بتاع المباراه اخسرهم ما تخسرش حاجه ثانيه ما تخسرش زميلك ما تخسرش الحكم ما تخسرش مدربك ما تخسرش جماهيرك ما تخسرش الماتش اللي جاي يعني انت ممكن في مباراه تتغلب فيها خلاص مش عايز 3 نقاط دولت لكن ما يتوقفش عندي 2-3 لعيبه و2-3 يتصابوا واجي الماتش اللي جاي اخسر مباراه واللي بعديها واللي لا يبقى لما بخسر مباراه واحده بفكر في اللي جاي وخلاص الموضوع بينتهي. الهدف اللي اتكلمت عليه هو كابتن دوت ده يعتبر يعني كتاكتكس كابتن طارق يحيى جمله تكتيكيه بص منين كره طويله الفرد الاولاني نزل الاثنين عملوا كروس تانية. واحد راح كده واحد راح كده نموذج بتاع يعني احنا لما بنيجي نعمل تاكتيك على الجون دي بتحفزهم الجمل دي بتبقى اساسيه المقص بالذات اللي في العمق يعني الشغل دوت بيتعمل في العمق في شغل تاني بيتعمل في الجنب اليمين في شغل بيتعمل في الجنب الشمال صح. في شغل بيبقى جاي من اختراقات من العمق دي واضحه جدا وظاهره جدا الشرقيه اكتر فرقه عملت تدعيمات كويسه من الفرق الصاعده يا كابتن ساري يعني هي شكلها افضل فريق ووجود الكابتن طارق يحيى معاهم قدر يجذب عناصر جيده جدا من لعيبه الدوري الممتاز خلى الفرقه شكلها ليه قوام فرقه الدوري الممتاز تحتاج وقت تجانس واكتسبوا خبرات ولكن تديك احساس بالاطمئنان ان الفريق ده مش هيهبط بياخد خطوه لقدام تمام رايك ايه في اعتزال كابتن ايمن عبد العزيز؟ يعني بما انك اتكلمنا على الشرقيه اعتزل على الهوا والناس هجمته ان هو ازاي بقى في استوديو تحليلي ويبقى لاعب يعني المفروض احنا نتكلم كاحتراف انا راجل لعيب كوره اذا كنت هطلع في استوديو يبقى لازم يكون في كونتاكت بيني وبين الاداره بتاعه النادي هل انا موجود في الملعب او لا انا راجل محترف خلاص كابتن ايمن نجم كبير صح فان انت تسيب الملعب وتروح الاستوديو تحلل ايا كان الوضع او اي اتفاق او ما كانش ينفع يعني اوكي انت عايز تروح تحلل اوكي استاذن من الاداره وشوف اتفق معاهم اذا الوضع ممكن يبقى ماشي ازاي ولكن انا شايف ان ايمن تركيزه في الملعب المفروض يبقى اعلى الاول الاولويه بتاعته في الملعب
اوكي خلاص لو مش هو ما عندوش استعداد ان هو يكمل او حاسس ان هو خلاص بالنسبه له يقعد مع الناس يتفق معاهم ويتجه للاستوديو بتاع، لكن الاثنين هيبقى صعب. هو خلاص الراجل اعلنها، هو اعلنها اعتزل وخلاص. شكرا على الفتره اللي قضاها. طيب الاتحاد والمقاولين، شفت الاتحاد ازاي؟ والاتحاد عجب ناس كتيره جدا، كابتن مختار مختار وكابتن وليد صلاح الدين ومجموعه اللاعبين، على الرغم ان الناس كانت متوقعه المقاولين ممكن يعمل حاجه عشان انهى الموسم اللي فات بشكل رائع جدا، ولكن فريق الاتحاد واقف على رجليها. الاتحاد بالنسبه لي يعني انا قاعد بتفرج انا منبهر. انت كمان صراحة؟ طبعا. طبعا زادوا واحد كمان. يعني اداء اللاعبين مش بس الاداء اللي هم ادوه في المباراه، لا تحس ان الفريق ده عنده تجانس بقاله مثلا سنتين ثلاثه بيلعبوا، رغم ان هم في حوالي خمس ست لعيبه لسه جداد اول مره ينضموا الفريق، في ناس منهم شاركت. يعني انا اللي لفت نظري الاثنين مهاجمين كاسونجو اللي احرز الهدف. ايوه. ومحمد سالم. محمد سالم اداؤه غير عادي، يعني رغم ان هو كان ايه تحس ان هو مش موجود، ولكن انا كل التحركات الهجوميه اللي عملها نادي الاتحاد كان لازم هو يكون فيها عنصر اساسي. محمد سالم عجبني جدا جدا. ده محمود شعبان ده من الولاد الناشئين اللي كان عندهم 16 سنه لما انا لعبته في يعني اول من حوالي اربع سنين. واللي لعب له الكوره محمد عادل اللي هو برضو كابتن فريق اللي هو كان معايا صاعد من الناشئين، فالاثنين دول الجبهه اليمين دي كلها من ابناء النادي، ودي حاجه تحسب طبعا لقطاع الناشئين في نادي الاتحاد. تتوقع الاتحاد يعمل حاجه السنه دي يعني بالاداء دوت؟ وجود الكابتن مختار والكابتن وليد اعتقد والالتزام اللي موجود لازم العناصر اللي موجوده ديت ادت احساس للجماهير ان هم لازم يخشوا مربع ذهبي. يعني ده خلي بالك انا كنت متخوف، لان بقول لك ايه كان مفاجاه بالنسبه لي، لان انا متابع الفريق في الماتشات الوديه النتائج ما كانتش كويسه، بالذات اخر ثلاث مباريات في المباريات الوديه عدد من الاصابات كتير جدا ولاعيبه مؤثره. صح. فده بالنسبه لي كانت يعني الاتحاد بالمستوى دوت حاجه مبهره، والاضافات لما ترجع الناس اللي هي كانت مصابه في اصابه او ما جهزتش او بعيده، اعتقد الفريق لازم يكون منافس في المربع الذهبي. حازم امام لو رجع ودخل الملعب هيفرق معاه. خالد قمر اضافه. كل اللعيبه اللي كانت موجوده واتصابت او استبعدت لاسباب فنيه هتبقى اضافه للفريق. انا مش عارف هو الاتحاد معاه اللاعب اللي هو اسمه احمد الشيخ برضو، غير احمد الشيخ بتاع غير احمد الشيخ مع الاتحاد. موجود. انا بصراحه ما تابعتش الماتش عشان ما بقاش كذاب، ولكن ايضا تعليقات كتيره جدا لمسته حلوه على الكوره. لعيب كويس جدا. اداؤه في نص الملعب كويس جدا جدا. نادي الاتحاد ما انا بقول لك انا كنت بتفرج وحاسس ان الفريق ده بقى له خمس ست سنين مع بعض. يعني الكابتن المختار قدر في وقت قصير فنيا ان هو يخلي العناصر دي تؤدي بشكل نموذجي في ربط بين كل الخطوط وبعضها. هو ده احمد الشيخ نص ملعب. بين مهاجمين ونص ملعب ومدافعين. على فكره الكره الثابته دي تعتبر الكره الوحيده اللي دخلت الاسبوع ده في الكره الثابته اعتقد. يعني الفاور اللي حصل ده اللي هي المباشره مش اللي من الجانبيه او لا. دي مباشره كده بعيده جدا. حتى حارس المقاولين ما اتحركش. بعيده جدا وسريعه جدا، وهو توقع ان هو يلعبها من في الزاويه اللي هناك، فاخد خطوه قبل ما يرجع ما كانش صعب. طيب غير الاتحاد والمقاولين هكلمتك الاتحاد عشان حضرتك طبعا الاتحاد. مين اللي عجبك تاني؟ يعني انا بصراحه من الفرق اللي حسستني ان هي فرق كبيره وادائها في الملعب يعكس مستواها انبي، نتائج كبيره جدا وادائه في الملعب كويس جدا. كابتن علاء عال ادى معاهم بشكل كويس قوي. المقصه كابتن ايهاب جلال يعني بيلعبوا جيم، بس المقصه فرغ لعيب فرغ الفرق. بس انا العناصر اللي كانت موجوده يعني ظهور احمد الشيخ بالمستوى دوت ومعظم العناصر الموجوده المميزه بتاعت مصر المقصه. في عندهم ولد اسمه عماد عجبني جدا، لعيب هايل في المقصه. لعيب هايل. ادائهم فريق كبير، فريق بيقول لك انا بجهز عشان انافس على بطوله. المفاجاه بقى وادي دجله، رغم ان هو اتغلب ولكن تتفرج على ادائه فريق كبير، فريق محترم، فريق عنده من العناصر اللي هي في اي لحظه ممكن ينافس ويخش في المربع الذهبي. فالثلاث فرق دولت هم كاداء عجبوني، رغم ان فيهم وادي دجله اتغلب من بتروجيت 1-0. اداء بتروجيت كان كويس، ولكن معروف عليه بس هو في الحته اللي هي ان انا مطلوب مني حاجه معينه بعملها اللي هو الفوز، قدر يفوز ولكن ما ادانيش احساس بالامتاع اللي عملته انبي والمقاصه او وادي دجله. ممكن ينافس السنه دي مع كابتن علاء عبد العال؟ انبي ينافس؟ انبي لازم ينافس من اول يوم، من يوم ما طلع بامكانياته بقاله 3 بعيد. طبعا
ان انت يكون عندك العناصر دي وعندك الامكانيات دي واستقرار جهاز فني كمان، استقرار جهاز فني وعناصر من اللعيبه اللي موجوده في قطاع الناشئين، ما تحتاجش تشتري حد خالص. يعني اتفرج على قطاع الناشئين بتاع نادي انبي حاجه يعني كابتن علاء لو رفع سماعه التليفون انا عندي ناقص اللعيبه اللي عندك اللي في الناشئين تصعدهم افضل من كل اللعيبه اللي في الدوري الممتاز. فده بالنسبه لك سند تقدر تعتمد عليه كجهاز فني، والعناصر اللي موجوده في الفريق الاول حتى اللي هم بيستقطبوها لعيبه كبيره جدا باسماء اسماء عاليه بفلوس كتيره، حتى لازم ينافس يعني ما يبذلش مجهود او يقول ان هو هيعمل طفره او لا، هو داخل البطوله ان هو بينافس، وده هدف من اهداف الكابتن علاء المفروض يكون موجود. حتى مش عارف هم محظوظين ولا ليهم عين في الافارقه والمحترفين، دايما انبي بيكون موفق جدا في الافارقه. لا حظ دي ما فيش حاجه اسمها حظ، مفيش حاجه. انا المفروض يعني في خبر بتاع جون اتاكا برضه حاجه تزعل، يعني انا المفروض عايز اجيب واحد ب 450 الف دولار، انا بعت واحد يقعد شهر في فرنسا يتفرج على الراجل ده، يتابعه يشوف اخباره، يروح معاه البيت، يعرف بياكل بيشرب بينام بيتمرن، انا اجيب لعيب برقم فلكي، فلازم اتابعه، مش بعدين اجيبه واعمل معاه التعاقد وبعدين اقول له امشي، ما ينفعش يا جماعه. طب انت فتحت في الاسماعيلي، رايك ايه في ماتش الاسماعيلي والاهلي؟ والله يعني اداء الاهلي الطبيعي اللي هو فريق كبير وعارف بيكسب ازاي. يعني كابتن حسام برضو ايه من الحاجات اللي بتحسب له ان هو حافظ على الشكل الاساسي صح، والعناصر اللي موجوده على يعني الناس كانت متوقعه تغييره يا كابتن سالم. ليه؟ يعني انا ما افكر في العناصر اللي موجوده، يعني هتغير وليد سليمان، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، عمرو جمال، هتغير مين؟ السوليه، حسام عاشور. طب فين الصفقات الجديده يا كابتن سالم؟ ما في خمس ست صفقات جديدة. ده بقى شغل الكابتن حسام ان هو الفتره اللي جايه هيحتاج بقى ان هو يدخل الناس دي واحده واحده. ما ينفعش فجاه يروح شايل خمسه ويحط خمسه، لا اول واحده بقى يبتدي يدخل الناس اللي هو احتياجاتها حسب. يعني انت فاكر لما نادر السيد راح الاهلي كان الحضري موجود؟ نادر راح ما لعبش، طب جابوه ليه؟ عشان يرفع مستوى الحضري. او الحضري فضل طول السنه ما بيفتحش بقه وبيلعب والاهلي بيكسب، فاكر انت؟ فانت جايب اوكي لازم تجيب اسماء كبيره، افرض لا قدر الله حد فيه متصاب، البديل بتاعه لازم يكون على نفس المستوى نفس نفس بس البديل لازم يلعب عشان ما يحصلش نفس المشكله. الكلام ده انا قلته للكابتن زيزو السنه اللي فاتت، انا كنت عامل معايشه مع النادي الاهلي وقعدت حوالي شهر هناك. يبقى في صف تاني يا كابتن. قلت له النادي الاهلي عنده عناصر احسن من اللي في الملعب، يعني كان احمد الشيخ وصالح جمعه، قلت له انا لو مدرب هحط الاثنين دولت اساسيين وادور على اي تسع لعيبه جنبهم. تمام. بس هم وجودهم في النادي الاهلي كبدلة الاحساس ده انطبع عليهم، بقى ادائهم حتى في التدريبات هو طالع من الملعب داخل اوضه بديل، بقى كان نجم روتين، كان نجم. وبعد كده لا ده هو الوضع بتاعه الاحتياطي اللي هو اتحط فيه ما بقاش عمل عنده عمليه استنفار عشان يرجع لوضع، لا ده هو ايه استكمل الوضع وسكت، هو يروح التمرين يتحط في التقسيمه الفريق الاحتياطي يخلص يطلع يرجع يتحط في ال 18 يتشال من ال 18، فده ادالهم الاحساس ان هو ايه رضى بالكباديف. لكن هو لا، المفروض انا قلت له الكابتن قلت له دولت لازم تعمل لهم استنفار، دولت لازم يبقوا اساسيين باي شكل. الاثنين دولت مميزين جدا، ولو اتحطوا بقوا اساسيين اعتقد هينقلوا للنادي الاهلي نقله كبيره. تتوقع كابتن حسام، انا مش عايز اقول كلمه يغلط عشان كابتن حسام كبير يعني، بس موضوع ميدو جابر يعني ناس بتقارن نفس موقف احمد الشيخ اللي حصل السنه اللي فاتت وهيبقى ملازم لمقاعد البدلاء و الكلام ده كله هتقدر تتكلم فيه بعد النتائج. يعني النادي الاهلي بيكسب محدش يتكلم، الفرقه زي ما هي ثبتها وخلاص تكسب. لو حصل دروب هيبتدي يدوروا بقى مين ما لعبش، طب مين اشتريناه بفلوس وما جاش، طب مين كابتن حسام عارف الكلام ده. فهو محطوط تحت ضغط، طول ما هو بيكسب محدش يتكلم والفريق ماشي كويس والاداء متميز وي وي وي، حصل تغيير في النتائج هتبتدي الناس تتكلم. فهو مسؤول الكابتن حسام، هو هيعرف الفريق هيكسب بانهي اللعيبه القديمه الجديده ايا كان، هو عايز يكسب وخلاص، فلازم يحط كل اسبوع 3 بونت في خزينه النادي الاهلي. تتوقع الناس تسكت، تتوقع هو بقى يفكر، هو اللي يقرر امتى يلعب او امتى ما يلعبش. تتوقع مين يتالق مع النادي الاهلي من الصفقات الجديده؟ يعني علي معلول، اكرم توفيق شفناه بدا بيه، ميدو جابر، اجاي اللاعب النيجيري، انا حاسس مين ممكن لو اخذ فرصه فعلا مع النادي الاهلي يتالق؟ انا بصراحه يعني حاجه شخصيه، انا عايز عمرو جمال يتالق. هو بصراحه عمل ماتش حلو الماتش جدا ده. بس انا عايزه يرجع للتهديف اللي قبل الاصابه. يعني انت كان قبل الاصابه حاجه، مفيش ماتش بينزل الا مساجد سواء منتخب او نادي صح، فده اللي انا نفسي يتالق. لو رجع لمستواه اعتقد الكره المصريه تكسب فيرود عالمي لمصلحه مصر قبل ما يكون لمصلحه النادي الاهلي. فانا بتمنى ان هو ده اللي يتالق مع المجموعه، لان هو اعتبر السنه اللي فاتت كان في فتره ضغط وما بيلعبش وبيحاول يثبت وجوده واجتهد كتير عشان يخش يبقى اساسي، ولكن
ظروف النتائج والاداء ما كانش بيساعده. فالسنه دي اتمنى ان هو يكون طيب اساسي ويرجع لمستواه ان هو يبقى هداف النادي الاهلي. انت هربت من السؤال، الصفقات الجديده تتوقع مين؟ يعني انا شايف ان العناصر الموجوده في النادي الاهلي مش هيعملوا طفره لو دخلوا مكان العناصر الموجوده. يعني اللي موجودين مميزين، انت هتدخل حد تاني لو فضل بنفس المستوى بتاع اللي في الملعب ده يبقى كويس، مش هيبقى سوبر، مش هيجي هيعمل طفره غير عاديه. لا يعني بسناء نبيل معلول برضو هو اللي يعتبر مميز سنة في ناحيه الشمال. علي علي مش نبيل، عشان عندي كابتن علي معلول ده نبيل كبير. طيب كان معانا خبر النهارده عايز برضه اخد رايك فيه، متعلق بكابتن عماد سليمان، وان في اخبار ابتدت تتسرب كده انه هيدوا له فرصه في ماتش الانتاج اللي جاي، لو برضه ما فيش اداء وما فيش نتيجه هيرجعه تاني كابتن خالد القماش. انا زعلت جدا وانت بتقول الخبر والله، عيب جدا يعني. كابتن عماد سليمان قيمه كبيره، يعني مين اللي سرب الخبر؟ مستحيل هتلاقي حد في اعضاء مجلس اداره النادي الاسماعيلي هو اللي قال الكلام ده. مستحيل، اتحداك لو في الاعضاء الحاليين، اتحداك لو في حد فيهم يطلع يقول لك احنا قلنا الكلام ده، او حد بيفكر، او حتى في قعده خاصه قال الكلام ده. مفيش، هو تلاقي حد من غير مش عايزين الكابتن عماد يبتدي حد رمى خبر، قال حاجه، قال على موقع، على كلام، سخن الموضوع يعني. كابتن عماد سليمان ممكن يكسب الماتش الجاي، سهل جدا وممكن يكسبه. طيب هل ينفع يشتغل بالاسلوب ده؟ ده انا يعني لو اتحطيت الماتش الجاي لو كسبت لا امشي احسن، ما اكيد هتتغلب، افرض غلط حصل بالاسلوب ده وبالطريقه دي، لا مش شويه شغل. انت راجل نادي الاسماعيلي، اداره محترمه عندها ثقه في مدرب محترم، مدير فني عالمي كبير، كابتن عماد سليمان قيمه، ما نحسش بالقطعه بقى، مسؤوليته هو الفريق دوت. لما احس ان هو الفريق بينهار وكابتن عماد سليمان جه قال لي انا مش قادر اكمل، هقول له شكرا مع السلامه، لكن انت عندك ثقه فيه سيبه يشتغل بس. طيب نروح لماتش تاني وبرده كانت مفاجاه بالنسبه لي، طلائع الجيش والمصري. المصري قدم موسم اكتر من رائع السنه اللي فاتت. طلائع الجيش كان القياده الفنيه الكابتن حسن شحاته، واعتذر قبل بدايه الموسم بيومين ثلاثه، كابتن احمد العجوز هو اللي مسك وكسب 2-1. كانت مفاجاه بالنسبه لك يا كابتن احمد؟ بالنسبه للجيش والمصري تعتبر مفاجاه، لان التوقع ان المصري السنه دي بينافس على البطوله، كابتن حسام وكابتن ابراهيم ومعاهم عناصر من اللعيبه المميزه جدا. فالمصري يعني لما تيجي تقول 1 2 3 يبقى 3 ده المصري. من رايي يعني حتى قبل الاسماعيلي بالنسبه للتدعيمات وادائه الموسم اللي فات وامكانيات العناصر اللي ضموها ووجود جهاز فني على مستوى عالي. فانت المصري لما يتغلب اول مباراه يعني، هي برده كان الكابتن ابراهيم منفعل شويه، وده لازم يخلي اللعيبه اللي في الملعب تتوتر والناس اللي حواليه. لا انا من رايي حقق ماتش خلاص، ما انا زي ما بقول لك ايه، لما تخسر اخسر 3 نقاط، ما تخسر يعني. هو خد 8 ماتشات خارج الملعب وده مش في صالح اللعيبه. مش كتير 8 ماتشات ايقاف يا كابتن احمد؟ انا بسبب اعتراضه دي بقى دي حاجه بتاعت الاتحاد يعني، هو مبالغ فيها شويه برضه يعني، مبالغ شايفها مبالغ طبعا فيها. 8 كتير، بس هل هو الحكم كتب ايه في التاريخ؟ ان اكيد في سب وكده. ما ايا كان بقى لازم لازم انت حضرتك تخش جوه الموضوع وتعرف القصه ايه، او اذا هم عايزين يعلنوا عن الكلام ده وتقولوا. طيب لكن ابراهيم حسن لو خسر الماتش اللي فات عنده 6 ماتشات تانيين، 7 ماتشات تانيين هيكون موجود مع اللعيبه يحفزهم ويحمسهم ويكسبهم. هو خسر الماتش دوت وخسر بعديه 7 ماتشات، اللعيبه مش هيستفادوا بوجوده، حتى كابتن حسام مش موجود كمان يعني، عشان ماتش المحله اللي فات هتبقى صعبه جدا، ولا هو كابتن طارق سليمان هتبقى صعبه جدا. فكان لازم فيها حته ترز. المصري على فكره ماتش ب3 نقاط يعني، حتى لو اتغلبت ايه المشكله، ممكن الماتش الجاي تكسب تعدي تركب تبقى من ال3 4 الاوائل، فدي مباراه ما تقفش عندها كتير. طيب فكره ان كابتن حسام قرر بفرمان التدريبات ترجع تاني بورسعيد، انت عارف فتره الاعداد كلها كانت في برج العرب. أيوة. وبعيد بقى عن الجمهور وبعيد عن الضغط، بس فكره ان انا ارجعهم بقى بورسعيد ويبقى في حضور جماهيري، ايه رايك فيها؟ هو ده الطبيعي على فكره، ما ينفعش تطلع اللعيبه من الاجواء بتاعتها اللي هي عايشه فيها طول عمرها. يعني النادي المصري لازم يتمرن في بورسعيد، يوم الماتش بيسافر يروح يلعب الماتش بتاعه سواء خارج ملعبه او في ملعبه في الاسماعيلي. بس فما ينفعش ناخده اعزله عن فتره طويله كان يعني. لا اوكي دي فتره اعداد، احنا كنا دايما كان مستر بوكير كان بيعمل لنا معسكر لمده شهر و15 يوم يعني 45 يوم، ما بنشوفش حاجه من الاول ما بنتجمع لحد ما بنطلع بشنطنا كده اهوت على اول مباراه. نروح نلعب الماتش وبعدين نروح 45، عارف زي بتوع الجيش اللي هم اول 45 يوم. ايوه كنا بناخدهم كده 45 يوم ورا بعض في المعسكر، ما بنتمرن في المعسكر خارجي بره اسكندريه او في اسكندريه ايا كان، وبعد كده بنيجي على اول مباراه نروح نلعب مباراه وبعدين نروح. طيب احمد العجوز وتعليقك عليه ايه، وراجل مسك الموضوع على السخان كده زي ما بنقول باللغه بتاعتنا بسرعه جدا، وتفاجئ ان هو بقى مدير فني في اول مباراه.
على فكره لو رجعت الفتره قبل كده الكابتن العجوز كان ماسك مدير فني قبل كده ونجح وعمل نتائج مبهره، والاسبوع اللي بعده الكابتن طلع جه مسك مكان فاكر، وكان هو كسبان 7 اعتقد. يعني محتاج ياخد فرصه كابتن يعني. انا مش عارف انا يعني انا صح. اعتقد الكابتن احمد من المدربين الكبار وكان اللعيبه النجوم وجوده في 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 نادي زي طلع الجيش فيه استقرار مفيش ضغط جماهيري هيخليه يشتغل باريحيه، وكبدايه ان هو يكسب المصري تفوق كبير جدا منه، واعتقد ان هو المرحله اللي جايه لازم يديله الثقه ويكمل مع الفريق ان شاء الله. طيب نروح لمباراه ثانيه وفريق برضو الناس كلها توقعت قبل بدايه الموسم ان هو بقى يعني واحد ممكن يهدد الاهلي والزمالك، سموحه. سموحه جاب مدير فني على اعلى مستوى، فيريرا جاب لعيبه على مستوى عالي جدا جدا واسماء كبيره وليها خبرتها في الدوري المصري، وكسبت الشرقيه 2-1 بصعوبه. يعني انا بقول لحضرتك على حاجه، سموحه انا لما شفت الفريق اللي في الملعب ممكن فريق كويس وجامد وطبيعي، لما شفت الدكه اتخضيت، حاجه ما شاء الله يعني. مدير فني مدرب كبير جدا، رئيس النادي فرج عام موفر لهم كل حاجه. منافسه سموحه السنه دي لازم يعني، انا سمعت فيرا حتى وبيكلم كانوا بيسالوه ان هو لعب المباريات الوديه كلها مع فرق في الدرجه الثانيه، ما لعبش مع فرق في الدوري الممتاز. قال لهم انا اللي بقرر، انا اللي عايز عارف عايز ايه، وانا اللي بحدد مين احتياجاتي في المباريات. اداء سموحه الماتش اللي فات كان جاي جدا على فكره، و يعني عارف انت البدايات اللي هي فيها حساسيه هو كان بيأدي، مش عايز يتغلب في نفس الوقت عايز يكسب، ففي حرص دفاعي بشكل كبير جدا، في امتلاك للكره في نص الملعب، في هجوم ولكن مش بكثافه وبغزاره اللي انت تحسها. لكن الفريق اللي قصاده فريق كبير جدا برضو الشرقيه، كابتن يحيى مظبط لعيبته، واعتقد ان سموحه لو كان بيلعب فرقه من الفرق يعني ما لعبتش بنفس الاسلوب بتاع الشرقيه كان ممكن يكسب كتير. يكسب كتير. اللي لفت نظري في سموحه كمان سيد فريد. اللي جايب لا ما ماليش دعوه بالجون، انا بتكلم على أدائه. تمركز سيد فريد في الحته الدفاعيه كان ما شاء الله عليه يعني. يعني اللي لفت نظر الناس ان هو جاب هدف. لكن لفت نظري انا ان هو وتحركات. اغلب الهجمات بتاعت نادي الشرقيه كان هو عنصر اساسي في ان هو يفسدها. طيب اخر مباراه معانا وانت علقت عليها تعليق سريع كده، دجله وبتروجيت. برضو دجله قياده فنيه على اعلى مستوى، مدير فني، مدرب حراس مرمى. اداء دجله في المباراه، حضرتك اتفرجت على المباراه، دجله كان افضل من بتروجيت طول المباراه. يعني بتروجيت بي 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 بيحاول ان هو يعمل كل حاجه بحرص. دفاع مبالغ فيه، تلاقي الكره في نص الملعب مبالغ فيه، هجوم بحرص شديد يعني بيهاجم، ولكن يعني حتى الهدف اللي جه لو تبص على الهجمه هو معانا اهو، بص في كام واحد، بص في كام واحد اتنين بس جوه 18، اتنين لعيبه بس بيهاجم باتنين لعيبه، وفي واحد هيخش 18 على استحياء من بعيد، اسامه محمد والمهاجم وهدف. فاداء وادي دجله كان عجبني اكتر من اداء بتروجيت، ولكن بتروجيت قدر ياخد اللي هو عايزه من المباراه، ان هو وده اسلوب الكابتن طلعت، انا ما اتغلبش لو كسبت اوكي، وفضل ما يتغلبش لحد دي 94 جه المكسب. تتوقع مين يكون الحصان الاسود بعد متابعتك بقى للاسبوع الاول، ولا لسه بدري التوقع ده؟ لا 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 بانت. يعني انت شجاع يا كابتن احمد. في ناس يقول لك لا لسه ما بانتش. لا 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 انا شايف المقصه ممكن يبقى هو الحصان الرهان الكسبان في المرحله الجايه دي. مقصه مع كابتن ايهاب. انا بتفرج على الماتش مستمتع، ما كنتش عايز الماتش يخلص. ادائهم والسلاسه في اللعب، العناصر اللي موجوده، المهارات اللي موجوده، توظيف الكابتن ايهاب جلال للعيبه، اداني احس ان هو ده الفريق. الشرقيه لو رجع، الشرقيه اداؤه كان كويس جدا. اسوان كابتن عماد بيعاني بصراحه، يعني العمليه بالنسبه له ايه، 3 بونت دولت تحس ان هو خدهم وصعب ياخد الثلاثه اللي بعديهم غير بعد فتره، فالامكانيات اللي عنده والعناصر اللي موجوده مميزه، ولكن مش هتقدر تمشيه ابعد من ان هو ايه يكون في وسط الجدول، لكن قدام ديت هو الموسم اللي فات لم نقط، في الدور الاول وانهار في الدور الثاني. يعني برضو ما هي حضرتك ايه، احنا العناصر اللي بنشتريها لعيبه مثلا، لما انت بتجيب لعيب، انت بتجيب لعيب يتالق 24 مباراه في السنه، اللي هم عدد مباريات مثلا السنه دي بتلعب 36 مباراه. فعايز لعيب يتالق لك 36 مباراه، فبتشتري اللعيب ده برقم كبير، انت ما عادش الرقم دوت، فبتجيب لعيب يتالق في 10 مباريات.
ما تطلبش منه اكتر من كده، لان انت خلاص جايب لعيبه على الامكانيات اللي عندك. فانت كابتن عماد عارف امكانيات اللعيبه اللي عندك، تقدر توصل لمستوى معين، ولكن مش المنافسه يبقى فيها مبالغه شويه. طيب. لو حصلت تبقى من قبيل الصدفه وتحسب ليه. طيب سريعا في اقل من دقيقه، اصابه مروان محسن رايك فيها ايه؟ وعايز اعرف خبرتك اللي هو الالتهابات في منطقه الحوض، عشان سؤال حلقتنا النهارده مرتبط بالاصابه دي. يعني لو اصابه الالتهاب في الحوض اللي حضرتك بتقول عليها ديت، اعتقد دي تبقى لازم تكون على الاقل من سنه او سنتين فاتت، لان دي حاجه مزمنه وحاجه يعني ما تطلعش فجاه. ما تحصلش فجاه لا طبعا. احنا كان عندنا ايام كنا بنا كان عندنا الكابتن عرفت نصار، كان جاله الاصابه دي قعد حوالي اكتر من 6 شهور أو 7 شهور بيتعالج منها، وكان بيرجع وتجيله تاني ويرجع وتجيله تاني. جماهير الاهلي دلوقتي بتقول الله يطمنك يا كابتن. هي لا انا ما اعرفش انا هل يعني هي فعلا اصابه هي التهابات في الحوض، التهابات في الحوض تشخيص، هل هي حاجه مزمنه ولا ممكن تكون حاجه حديثه؟ لا الكلام اللي جاي لنا ان الاصابه كانت عنده وهو في الاسماعيلي ولعب على الاصابه، وخلي بالك لو كانت موجوده ولعب عليها وخد مسكنات، المسكنات مع الالتهاب، يعني انا باخد مسكن وبلعب الالتهاب موجود وبتحصل نفس الالم، بس انا الالم موجود وتاثير الاصابه موجوده وبتزيد. تمام. يعني بيحصل فيه عمليه نزيف داخلي للمكان الاصابه، بس انا مش حاسس الالم، فبادي بعيد عن الالم دوت، فببذل اقصى ما في وسعي والالم شغال. فبدل ما كانت الاصابه تعالج في اسبوع تعالج في شهر، بدل ما تعالج في شهر، كل ما باخد مسكن كل ما فتره العلاج بتاعتها بتطول. طب في حاله زي كده لو الاسماعيلي عارف واللاعب عارف انه عنده اصابه وهيتم بيع اللاعب لنادي اخر، لازم النادي اللي بيتم بيعه يقول ولا ما يقولش؟ احترافيا لا لا دي مسؤوليه النادي الاهلي، لازم ياخده يعمل عليه كشف طبي كامل، وهي هتبان عنده الاصابه لو عمل فيه الاشعاعات او الكشوفات صحيحة، او حتى عمل تحليلات في الحاجات اللي بياخدها كمسكنات او او او، والمفروض بيبقى فيه فايل كامل للعيب للاعب، انت ما بتلجاش للنادي بتاعه، انت موجود لكل لعيب فايل في الاتحاد المصري لكره القدم، تطلع كده تلاقي كل واحد عنده ايه تاريخ شرب. خلونا نشوف اجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده والمتعلق باصابه مروان محسن مهاجم الفريق، وما رايك في اتهام الاسماعيلي بالتورط في اصابه مروان محسن قبل انتقاله الى النادي الاهلي. انا قلت مروان سعيد، لا مروان محسن قبل انتقاله الى النادي الاهلي. تعالوا نشوف تعليقات حضراتكم. كريم احمد، علشان هم كانوا بيلعبوه مصاب. محمود عمارة بيقول الانديه المحترمه المحترفه بتعمل كشف طبي شامل من شعر الراس لاصغر اصبع في القدم، انما احنا عندنا سمك لبن تمر هندي. فارس احمد، الصراحه لا يا كابتن، عشان مروان محسن كان بيلعب حلو مع الاهلي لما كان بيلعب. اخر تعليق معانا من ايمان سالم، اكيد كلام غير صحيح، الاسماعيلي نادي كبير، ممكن يكون مروان خبى اصابته علشان عايز ينتقل للنادي الاهلي، وعلى كل حال مروان هيتعالج في النادي الاهلي. بتعليق ايمان نكون وصلنا مع حضراتكم نهايه حلقتنا النهارده، ولكن قبل الختام خلوني اشكر ضيفي وضيف حضراتكم النهارده نجم نادي الزمالك والاتحاد السكندري السابق كابتن احمد سالم، نورتني وكل سنه وحضرتك طيب، ويا ريت تكون ضيف دايم ان شاء الله معانا في اكسا تايم. يشرفني. اشكرك كابتن احمد. مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعه، وصلنا معاكم لنهايه حلقه النهارده من اكسترا تايم، استنونا بعد بكره باذن الله عشان بكره اجازه وحلقه جديده وضيف جديد في اكسترا تايم، تصبحوا على خير.